كل بيت، كل ست بيت دلوقتي بتسمعني مهتمية بيه جدا وبتتكلم فيه، اللي هو ايه؟ اسعار الدواجن. سعر كيلو الدواجن النهاردة ارتفع في الاسواق لليوم الثاني على التوالي، وده وفق ايه؟ بيانات بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مش انا اللي بقول. وصل متوسط سعر كيلو الدواجن النهاردة في الاسواق ل 97 جنيه، يعني ده حوالي جنيه كده عن امبارح. ايه بقى اسباب الارتفاع في الفتره دي؟ نعرفها من الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه. اهلا بيك دكتور احمد. اهلا بحضرتك، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور عبد العزيز، كلمني بقى، يعني ليه زادت الاسعار يا دكتور بالشكل ده رغم ان في مبادره من مجلس الوزراء لخفض الاسعار؟ هي المبادرة استمرت مع بعض الشركات مدة، يعني بعض الشركات تحركت فيها والتزمت بالمبادرة، والبعض الآخر في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وبالأخص الصويا اللي وصل 33 ثم انخفض النهاردة إلى 29. لكن القضية لما أنا أقول ده انخفض 29، لكن هو كان ب 23.5 فبرضك مرتفع، يعني عشان بعض الناس يقول لك ما عمال ينخفض، فده القضية الأساسية. تمام. لكن احنا بنقول بصفة عامة، أنا أتمنى أن يستقر وضع الدواجن في ظل أن أنا داخل على مرحلة يمكن صعبة شوية بالنسبة لي. إيه المرحلة الصعبة؟ أنا النهاردة على فصل الشتاء، فصل الشتاء في أمراض وبائية، أنا في تدفئة بتزيد عليا، أنا فصل الصيف الحرارة مرتفعة، أنا عايز أهوي. لكن في الشتاء في برد قارس، لابد أن أنا أدفي المزاج ويمكن الحرجونية. لكن احنا عايزين نقول برضك ان في ظل الازمات المتواجده في بادرات امل بتم التحرك الايجابي من قبل وزاره الزراعه، في تحركات ايجابيه، في بعض الشركات بتساهم في هذا الامر، وبدا في قوافل ستسير من خلال عربيات مسيره، وبالاخص البيض، لان البيض النهارده مهم جدا للناس وللاطفال، واحنا عارفين ده. لا وهو بديل حيوي وبديل منجز لكل اسره. تمام، فده حقيقي بدأ ان شاء الله من غدا هيبقى في سيارات تتحرك، هتبيع البيض ب 115 جنيه للمستهلك، رغم ان هو البيض في المزرعه ب 123 جنيه، الابيض والاحمر بحوالي 125 ل 127، لو انت خدته حضرتك هيوصل 140 145. انا النهارده لما وصله للمواطن ب 115 ده شيء جيد جدا مع الاستمراريه. شوف انا حضرتك بقول لازم يكون في استمراريه. ده هيوصل عن طريق عربيات خاصه يا فندم تجوب الشوارع قصدك ولا مولات ولا من خلال متنقله، سيارات متنقله على غرار الخاصه بالقوات المسلحه وعلى غرار المتواجده من الشرطه، وده هيبقى شيء جيد جدا. الكلام ده كان خبر امبارح بيتداول واحنا بنتكلم فيه. اهم شيء الاستمراريه، انا مش عايز يوم ثم اقف، لا انا عايز استمراريه عشان طيب دكتور عبد العزيز، في سؤال مهم الناس بتساله لنا. نعم. احنا دلوقتي زيادة انتاجنا من الفول الصويا زاد بشكل كبير جدا، وده كان جزء كبير من التكلفة اللي كان معجزة شوية صناعة الاعلاف، ان احنا ما كانش عندنا فول صويا، مظبوط؟ تمام. طيب دلوقتي احنا لما زودنا الانتاجية ليه برضو السعر الاعلاف ما قلش؟ حضرتك الزيادة قد ايه؟ يعني انا بستهلك قد ايه سنويا؟ انا بستهلك 6 مليون طن سنويا، وبستهلك الذرة تقريبا 12 مليون طن، انا بنتج 3 مليون. تمام. انا بستورد 80%، لكن انا لما اقول ان زادت، انا كنت بنتج قد ايه؟ 125,000 ملوش قيمه. بقول لك انا زادت، يعني بنتج نص مليون، نص مليون من 5.5، لا ده رقم ضئيل جدا لا يتناسب مع الانتاج بتاعي واللي انا عاوزه. لكن القضيه ان احنا عندنا خطط، لابد ان يتم تنفيذ تلك الخطط التي تم التواجد مع وزاره التخطيط والبحث العلمي. تمام. ان احنا نزود المساحات المزرعه، وده طبعا توجهات رئاسيه، ان احنا نزود المساحات المنزرعه من الذره والصويا والزراعات اللي هي الخاصه بالزيوت، لان احنا عندنا نقص كبير جدا في الزيوت. اذا حدث الكلام ده انا بقول لك في طفره كبيره جدا، لكن ما حدش يقول لي بين يوم وليله، لا انا عندي خطه على الاقل. ما فيش حاجه بيوم وليله يا دكتور عبد العزيز، ده مستحيل يعني. ما انا بقول لحضرتك عشان انا بوضح للمستهلك. بنوضح للمستهلك، انا اقصد انا بوضح للمستهلك، خلي بالك احنا عندنا خطه. الخطه ان شاء الله ان شاء الله، انا املي في الله سبحانه وتعالى ان خلال 3 سنوات يبقى انا عندي اكتفاء ذاتي من الصويا ومن الذره، ده هيبقى شيء جيد جدا لو زودنا المساحات المنزرعه من الذره والصويا. وانا بقول لحضرتك بقى شيء طفره كبيره جدا، بالاضافه اقل كمان الزيوت، لان انا الصويا انا باخد منها زيت. تمام. بس زيت الصويا، فانا ممكن يقلل نسبه الاستيراد من الزيوت والذره والصويا، وده هيقلل العبء على الميزانيه العامه للدوله. صحيح. وهيقلل القيمه الاستيراديه، ده يبقى شيء جيد جدا. بشكرك دكتور عبد العزيز السيد. شكرا جزيلا.